حياكم الله جميعا. هذا الفيديو تعليق على هذا الفيديو وكيف صناعة هذا الفيديو اللي موجود حاليا. يعتبر لقطة سينمائية ومشهد في فيلم. البريك داون هيتم تحليله كالآتي. ده موديل السيارة. طبعا هذا الفيديو ليس من صنع ولكن سيرفع القناة التي تم تصميمها. ممكن بس نوقف هذا المباني كلها. طبعا بلين وفي تكتشر. التكتشر بي بي ار في ديسبليسمنت وفي جلوسي بحيث يظهر ان المبنى ريستك. مش هيتم بناء جميع الادوار الداخليه. اللي يهمنا طبعا الكفر او الجزء الخارجي للمبنى. وهذا هو الطريق. والمشهد عباره عن 3 اشياء. اول حاجه السيارات، ثاني شيء الطرق، وثالث شيء المباني، ورابع شيء الاضاءه وال اتش دي ار اي او الانفايرمنت الخارجي. نستكمل. طبعا في ريلستيك في الأرضية، طبعا تظهر انها ريلستيك. والمباني زي ما احنا ذكرنا ان يهمنا فقط تفاصيل المباني الخارجية. دي السيارات الأخرى وده الطريق. في جلوسي طبعا السيارة معمول لها ريجنج. ده كده الـ MBT Object اللي بيتحرك في السيارة ككل. ذكرنا في هذه القناة كيف يتم عمل رجل السيارة. مش صعب ولا أي شيء. وفي بوند بتحرك العجل الأمامي والعجل الخلفي، وفي بون أخرى تتحرك في روتيشن للسيارة. نستكمل. دي السيارة الأخرى ودي حركة السيارة في الطريق. اللي بيظهر هو هنا ذكر ان الريندر 28 ساعة في عن طريق السايكلز. هنا في شيء مهم اللي ظهر السينماتيك ليه، لان في ديبس اوف فيلد، في فوكس على السيارة. من غير ديبس اوف فيلد لن تظهر بهذه الطريقة. ظهر ان هي لقطة طبيعية بسبب الديبس اوف فيلد، وسبب اخر السبب الثاني هو الانفيرمنت، وهو بيتسميه الميست او الضباب بهذا الشكل. ايضا ذكرنا في هذه القناة كيف يتم عمل الميست والضباب. الاثنين دول بيظهروا لقطة طبيعية ولقطة سينمائية أكتر. طبعا مع إضافة الساوند هو بيذكر الساوند والجريدنج هيظهر لقطة سينمائية كالتالي. دي قناة الجينيان. دي القناة اللي عليها هذا الفيديو. سأترك الرابط لهذه القناة في الوصف لهذا الفيديو.